بسم الله، اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله. معك وزين ريم. صباح الخير خياتي بناتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله راح نعملو روز بسكالوب وشامبينيون او الفطر، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. ونروحوا للطريقة. عندي غرفية عروس، عندي الفطر وسكالوب وبصل، بصل أحمر، عندي زيت فلفل أكحل وملح. نبدأ نغلو الروز تاعنا في الماء والملح فقط عادي، كلنا نعرفو كيفاش نطيبوه. بعد ما نحركه نخلوه يطيب. ونروح نقطع البصل، عندي 3 حبات بصل، نقطعهم شرايح على الشكل الطولي. ونحطه في المقلة تاعنا يتقلاو. ندير لهم زيت شوية قليل مش ياسر، وفلفل أكحل، نص مغرف فلفل أكحل ونص مغرف ملح، ونخلطهم ونديهم على النار يتقلاو. وعندي هنا فطر بعد ما غسلته وكتر من الماء، نحطه في المقلة نتاعنا باش يتقلى حتى هو. ندير له نص مغرف ملح ونص مغرف فلفل اكحل وشويه زيت، عادي تحب دير له زيت ولا زبده كيف كيف، انا ما عنديش زبده. وديته على النار يتقلى يتكرمل كيما البصل. ها البصل منا قلي فيه والشامبينيون منا، ما نحبش خلطهم، نحب كل واحد يطيب وحده. ودرك جيت السكالوب، نقطع السكالوب على شكل طولي شرايح بالطول، ومن بعد نقطعهم مربعات. بعد ما كملت تقطيع السكالوب شللته وديته يتقلى في المقلة مع شوية زيت وملح فلفل أكحل، نحمرهم مليح، خلو كل شيء يتغلى. بعد ما طاب الروز صفيته، شوفوا طيبة حبة بحبة ما شاء الله. مازال سخون هذا، هو راني جبدته وصفيته. ندير له فلفل اكحل وملح، نخلطه مليح ونزيد له شويه زيت، ما كانش عندي الزبده، ونجيب الغرفه نتاعي او البول
نعمرهم ونضغط عليهم مليح. وعندي هذو ربع عصار نعمرهم ونضغط عليهم مليح. بعد ما طاب الفيدر والبصل والسكالوب نجيبوا المقلاة تاعنا، ندخل الفطر والبصل والسكالوب مع بعضهم في الكسرول في المقلاة، يتقلاو شوية، تدخل كاع المكونات مع بعضها فيهم يتخلطوا. نخلط كل شيء مع بعضه. ونجيب كريمة طازجة أو كريم فريش، نضيف لها شوية، نخلي كل شيء يتقلى شوية مع بعضه. انا عيني ميزاني ندير يعني المقدور اللي يكفيني في الخليط تاعي. حتى البنات المبتدئات ما تخافوش، شوفوا عينكم ميزانكم، حاجه ما تخلعكم يعني، ديروا بشويه وعمرها ما تقولوا تفسدنا ولا جامي هذه صرات. ودرك نجيب الصحن تاعي المدور هذا ونحط فيه الرز وندير فيه الخليط هذاك اللي طيبناه مع بعضنا، صدقوني ريحته تهبل، ان شاء الله تجربوه. بالاضافه يعني طبق راقي وغني، فيه الفطر فيه السكالوب فيه البصل فيه الارز، كلهم غنيين. ان شاء الله يعجبكم وتجربوه. وحطيت صحون صقر هذو، كل واحد ياكل وحده. وهاو في الطاوله، طاولة يعني ما هيش حاجة كبيرة درتها، حطيت فيه صحون تاع الأرز. وإن شاء الله يعجبكم وتجربوه مع كويزين ريم. متنسونيش تبارتاجوا مع الجميع، وشكرا ومع السلامة، إلى اللقاء.